الوغ كيما كتعرفوا كنمشي بزاف للميريكان وكندا باش كندير دي فورماسيون ديال الكوتشينغ، مي كنختار بزاف نمشي لكندا. علاش؟ حيت عندي خويا كاين تماك، وحنا رانا جالسه معاه في الدار وجا واحد صاحبو اللي هو جارو جلس معانا. المهم غزال ما شبعناش منه، فيه الضحك فيه النشاط، مي او ميم طون الجلسه ديالو قصيره. علاش؟ باستفاده بزاف. واحد الساعه قالنا خاصنا نوض، نقصت انا بحال كيما كنديرو حنا في بلادنا، قلت له ويلي مالك غتنوض، قال لي سمعنا تتعشى معانا خليك معانا تمشي. قال لي لا خاصني نمشي. قلت له علاش؟ وغنقول لكم غنعطيكم الجواب اللي عطاني كيما عطاه لي داك النهار. قال لي نو اي هاف تو جو بيكوز يو نو وات هابي وايف ايكوال هابي لايف. قلت له ياك، انا غنعاود نترجمها لكم. قال لي لا 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 خاصني ندخل، حيت الا عندي المراه ناشطه وسعيده الحياة غتكون عندي سعيدة. بالمعنى إلا تعطلت غادي تهبط ليا وجهها الأرض وغادي ليا عبسة وتولى، وغندوز ليلة الزفت. أنا باغي ندوز ليلة ناشطة ومزيانة، وحياتي كصفة عامة بغيت ندوزها سعيدة. دونك اللي بغيتكم تعرفوا الرجال لو بوفوار ديال لا فام عندها كبير وعظيم، وكنقولوها دائما ان لكيدهن العظيم. بغيتي لهنا، بغيتي السعاده، بغيتي راحه البال، بغيتي تفيق في الصباح ناشط وضحك حتى لهنا، دير الحوايج اللي غادي يسعدوا لك المدام. حيت الا دارت لك عبسه وتولى ما كاينش اللي غادي يفك لك الجره وغيشوف فيك غير صدر ربي. هابي وايف هابي لايف، خاص يكون عندكم هذا منهج تمشيو عليه الرجال الا بغيتوا تعيشوا ان شاء الله سعداء في حياتكم. والمراه دو توت لي مانيير في الطبع ديالها اللي عطيتيه ليها كترجعوا لك فوا الف. دوك راه داكشي كله ما غيمشي لكمش في الخلا، تهلاو في عيالاتكم غير رجعوها لكم بالقناطر ان شاء الله. كانت معاكم ناهيد رشاد، هذا هو الله يحفظكم. عجبتك لا فيديو؟ ايوا ما فيها باس، ام تي بوس باش نعرفها بما عجبتك، خلي لي ان كومونتير باش نجاوبك. احسن حاجه تقدر دير هي ابونتوا باش ما تفلت والو.